الآن إحنا شفنا كثير من الناس مش هقول انقلبوا عليه، ولكنهم يعني خلاص بقوا قرفانين، وذابت الطبقة المتوسطة وبقينا تحت الطبقة المحدودة، وبقى في طبقة محدودة في مصر ولا ما بقاش في طبقة محدودة في مصر، وغيرها من الأسئلة أطرحها على ضيفنا عبر أسقايب الصديق العزيز الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف. دكتور مصطفى أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ نادر، أهلا أستاذ عطوان. هل نعتبر اليوم الأربعاء 11 يناير هو يوم فارق في تاريخ الاقتصاد المصري؟ لا الحقيقة يعني اللي حصل النهاردة على قد ما هو مؤلم يعني هو كان متوقع تماما. أنا أظن يعني في البرنامج مع الأستاذ عطوان أستاذ سميح أنا حوالي أكثر من شهر وشوية قلت لهم الدولار سعره هيتراوح ما بين 30 و33، وده ما كانش يعني رجما بالغيب، يعني كتير جدا من الناس اللي هي عندها معرفة بسيطة بمبادئ الاقتصاد كانت تتوقع ذلك. يعني هو المشكلة ان حضرتك كنت بتجيب سلسلة زمنية بعيدة شوية. لا خلينا نمسك الجمهورية الجديدة من اول ما بدأت، من اول 3 يوليو 2013، ده اللي فارق في تاريخ الحقيقة مصر كلها. يعني كان الدولار ب6.35 جنيه، النهاردة لما يعدي ال 32 معناه ان هو انخفض 500%. يعني احنا كنا بنقول ان ايام انقلاب 52 ان كان الدولار ما بين الجنيه المصري ما بين 5 دولار ل 3 دولار، ولما نزل كذا يعني كان الدولار تقريبا الجنيه المصري بيساوي تقريبا 300 ل 500 سنت امريكي، النهارده يساوي 3 سنت امريكي. يعني لما بدا الانقلاب كان ب 16 سنت امريكي، النهارده ب 3 سنت امريكي. يعني تخيل ان في عمله بتنزل 500% في 9 سنين تقريبا. دي كارثه الحقيقه، لان انت بتستورد تقريبا ثلاث ارباع ما ياكله ويشربه يعني الناس، معظم السلع اللي انت بتصدرها، السلع الوسيطه والسلع الراسماليه والمكن انت بتستورده، فتفقد اي ميزه تنافسيه. لما يجي حد يقول لك لا والله ده لما العمله تنخفض قدرتنا على التصدير هتزيد، قول له لا انت كلامك ده غير دقيق، كلامك ده عكس الحقيقه تماما، لان انت بتستورد معظم مدخلات السلع. فالفي مشكلة الحقيقة يعني أولا بشكرك، ويمكن أنا كنت كلمتك النهاردة في أنت مشكورا حقيقة كنت فعلا بالفعل يعني في ذات البرنامج وفي إحدى الحلقات تنبأت بأن الدولار هيصل إلى ما فوق ال 30 وسوف يصل إلى 33 أو ممكن يصل حتى 35، وهي النبوءة تتحقق. دكتور مصطفى، هو المؤلم حقيقة فيما يحدث الآن إن هناك مجهول، مش عارفين احنا رايحين على فين. عندك اقتصادي ومهتم جدا بالشأن المصري، والحمد لله مطلع جدا ومتابع لكافة القرارات الاقتصادية. هل تجد أن هذا النظام يعني وضع أي روجيتا، أي سيناريوهات للخروج من هذه الأزمة؟ لا إطلاقا ما فيش. هو النظام للأسف هو يعني نظام منبطح تماما أمام صندوق النقد الدولي. يعني النظام للأسف هو جاي بينفذ أجندة من أتوا بهذا النظام. هذا النظام أتى بانقلاب عسكري، ثم يعني هو يدفع فواتير من أتوا به. يعني حينما نرى بيع أصول الدولة في الفترة الانتقالية اللي كان المستشار عدلي منصور رئيس، كان أول حاجة رسم اتفاقية الغاز يتنازل عن حقول الغاز لقبرص الرومية واليونان، عمل سلسلة قوانين لتحصين عمليات بيع أصول الدولة، لأن يعني من دعم هذا النظام هو الحكومة الإماراتية والحكومة السعودية. حتى الحكومة السعودية تغيرت، إدارة الملك عبد الله أتت إدارة الملك سلمان، ولم يتغير المهج تجاه الثورة المصرية أو تجاه جمهورية مصر العربية. يعني أتوا بجنرال الحقيقة أقل ما أقول عنه أنه فاشل وفاسد، يعني قرر أن يبيع أصول الدولة المصرية ويقزم، يعني ما يفضي رفح المصرية ويعني يخلي سينا تماما للأمن الكيان الصهيوني، علشان دي فاتورة للصهاينة. في فاتورة تانية للاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص في الغاز في حتة الشمال في المياه الاقتصادية المصرية. فاتورة تالتة عشان مصر ترجع الاتحاد الإفريقي، التنازل عن مياه النيل هيعطش الناس، هيدور الأرض. فاتورة الاستيراد بتاعت المواد الغذائية هتزداد وانت ما عندكش دولار. وحتى بعد ذلك في الغرب يعني عندك مشكلة تانية، ان انت عمال تعمل مشاكل مع الحكومة بتاعت حكومة الوفاق الليبية
والامر الاخر تيران وصنافير، يعني انت بتفرط في الامن القومي وتقلص من يعني مساحه مصر الجغرافيه وتخرج مصر من التاريخ ومن المعادله في مقابل ان تظل مصر المتقزمه تحت يعني تحت سياده الجنرالات. نحن بلد لها راسان، الجمهوريه العسكريه، المؤسسه العسكريه يعني تستحوذ على، مش كلامي ده كلام كل الخبراء الدوليين، تقريبا 75% ثلاث ارباع الاقتصاد وزياده. دكتور أما مصطفى اقل من، اتفضل يا استاذ نادر. دكتور مصطفى، النهارده الصبح يعني صباحا قبل الظهر بشويه صحينا لقينا الدولار 3 جنيه، وبعد ما بقى 3 جنيه بقى اسف 30 جنيه، وبقى استاذ احمد عطوان بص لي بصه كده عجيبه رجعني 100 سنه وعدى 30 جنيه وبعدين يا ريت احنا نتمنى يا ابني بيخرج مننا ما نتمناه يعني، وبعدين لقيناه 32، وبعد شويه بدا اتباع هذا النظام يقول لك الحمد لله الدولار بدا يتراجع وبقى 29.70 ودلوقتي 79.70. ايه سبب التراجع وهل ده فعلا تراجع؟ وكان واحد يعني بيديه لقمه وبياخدها تاني يعني، وكان ده فعلا تراجع يا دكتور؟ فرحانين قوي. لا لا يعني فرحانين قوي بقى 29 وكان يعني عمل انجاز في خلال هذه الساعه. شوف حضرتك يعني دايما الحكومات الديكتاتوريه هو يعني ان يقولون عكس الحقيقه، وهذا التعبير المرادف المهذب للكذب يعني. افتكر ايام جمال مبارك لما تم التعويم، لما كان ب 3 جنيه و30 قرش 3 جنيه 35 قرش، وصل 7 جنيه 35 قرش، وبعد كده رجع ل 5 جنيه ونص، واستقر عند 5 جنيه ونص شويه. انا اذكر ان انا كنت في لقاء مع يعني عرابي الخصخصه، وشخص ليه عليه تحفظات كبيره جدا، هو الدكتور محمود محي الدين اللي هو كان انا ذاك وزير قطاع الاعمال وزير الاستثمار. فقال لي احنا الجنيه بتاعنا ابريشيتنج على الدولار، وجاي يسترشد بسلسله زمنيه. قلت له انت بتهزر اكيد يعني، باللفظ يعني، كنا في بيت سفير مصر في احدى الدول يعني. قلت له انت ما تشد السلسله الزمنيه 6 شهور لتحت، لما كان بثلاثه وشويه والنهارده بخمسه وشويه، ما تقوليش ان هو ابريشيت يعني، ما تقوليش ان الدولار عالي على الجنيه عالي على الدولار، لان انت اكيد انت بتستخدم السلسله الزمنيه والتحليل بشكل مغرض تماما وغير يعني غير غير يعني غير محترف وغير وغير موضوعي كمان. ده اول امر. الامر الثاني برضه في 2016 نوفمبر لما عوم الجنيه قدام الدولار، لما سحب الدولارات اللي في السوق كلها، ده ما كانش كلامي، ده كان كلام هشام رامز اللي كان محافظ البنك المركزي لما عمل تفرقه قناه السويس، فكان وصل الدولار على الجنيه تقريبا 8 جنيه. لما عوم وصل 18. يعني انا يعني 18 ده كان رقم بيتداول بيه، ويعني انا ليا يعني اصدقاء قريبين جدا غيروا ب 17.75، انا فاكر ارقام كويسه. بعد كده لما وصل 16 الا ربع بدل 18 الا ربع، عمل وقت انطلاق كثيره في الاعلام، واحنا افضل عمله اداء، كلام طبعا الحقيقه يعني يعني هؤلاء ليسوا باعلاميين، هؤلاء يروجون للكذب، وهم يعني انا لو سمح لي التعبير الدقيق عن هؤلاء نعم. ان هم مرتزقه ليسوا باعلاميين خالص يعني. طيب دكتور مصطفى يعني انا عفوا المقاطعه انا اسف، انا بس النهارده معانا طبعا كثير من تعليقات الساده المشاهدين عشان وانا مع حضرتك يعني. طيب انا بس أنا معك. تمام انا عايز بس اقول لسعادتك، هل الامر النهارده يعني وما حدث في الجنيه المصري مرهون بتصريحات واملاءات واشتراطات صندوق النقد؟ شعرنا على طول بعد تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي بالامس، اليوم على طول تم رفع الامر. هل يعني عايزين برضو خاصه ان صندوق النقد له مجموعة من الإملاءات موجودة، لو ساعتك بس تحطنا بقى سريعا ماذا يريد صندوق النقد الفترة القادمة؟ إن على ما يبدو إن أصبح من يدير السياسة الاقتصادية المصرية هو صندوق النقد. هو الكلام بتاع رئيس إدارة الصندوق في مصر وكلام مسؤولين الصندوق في واشنطن دي سي إن الحكومة المصرية استجابت تماما، هو الجنيه على الدولار هيبقى سعره مطلوب للعرض والطلب، يعني هيكون سعره تقريبا يعني ما بين ال 30 وال 35، ده حتى كلام وحده الابحاث في الاتش اس بي سي، كذلك الكابيتال ايكونومكس. ليه؟ لان انت ما عندكش موارد دولاريه، ازاي تحل المشكله دي؟ المشكله دي بتتحل عن طريق اللي هم ما يسمى بالفورين دايركت انفستمنتس او صافي الاستثمارات المباشره الاجنبيه. يعني مثلا بيجي لك المناخ الاستثماري، مناخ مشجع، بلد فيها حريه، فيها سياده قانون، في قوانين واضحة، مفيش هيمنة للدولة أو للمؤسسة العسكرية على الاقتصاد، فيجي لك بقى شركات تفتح عندك، شركة زي فورد مثلا، ولا شركة زي بي ام دبليو، ولا تسلا، زي مثلا شركات الأوروبية فتحوا في المغرب، لأن في سياسات واضحة ومفيش هيمنة حكومية
ولا الجيش المغربي مثلا عنده فنادق، ولا عنده بيبيع سمك ولا لبن ولا مربى ولا مكرونه ولا محطات البنزين اسمها محطات الجيش المغربي، مش كلام من ده. يعني بلد الحقيقه بلد عربي زيه زينا، فهو عنده تجربه تنمويه حقيقيه. هو المشكله في مصر تكمن في ايه؟ تكمن في ان يعني الجنرال سيسي ما عندوش حزب سياسي، فالحزب بتاعه هو الجيش، فهو عايز ظهير يعني يأيد وجوده، فهو باع الاقتصاد المصري للمؤسسه العسكريه. الحل سهل خالص والله، الحل بسيط جدا. يعني استاذ نادر او حضرتك استاذ عطوان مش فاكر في بدايه الحلقه كنتوا بتقولوا ايه؟ ان يحصل مؤتمر صحفي يطلع يعتذر ويطرح القصور بتاعته دي للبيع، والعاصمه الجديده كلها على بعضها للبيع والمستثمرين، والقطار الكهربائي لاي شركه بالبي او تي، كذلك العلمين الجديده والطياره الجديده وكل الحاجات الجديد في جديد ده، والجامع ده يقلبه متحف والكنيسه يقلبها متحف، ويحاول يلم شيء من الخسائر الرهيبه اللي هو عملها. ثم ان كل الشركات بقى مش يقول لك والله اصل كل الضغوطات اللي الصندوق النقدي يحاول يعملها هي ايه؟ يقول لك انك تطرح بعض الشركات المملوكه للدوله، وهم يقصد يعني المقصد هنا الشركات المملوكه للمؤسسه العسكريه للاكتتاب او القطاع الخاص. لا، هي الحقيقه الشركات دي كلها المفروض تدخل في الموازنه العامه للدوله. لما تخش كلها في الموازنه العامه للدوله، ارباحها في حد ذاتها بدل ما تتحول لصناديق خاصه مملوكه للقوات المسلحه، او في يعني صناديق خاصه ثانيه كل واحد عامل له صندوق، زي ما تكون دوله المماليك كل واحد واخد له حته كده صغيره. دكتور مصطفى، حضرتك عارف والمشاهدين عارفين ان من شروط صندوق النقد الدولي هو الغاء الدعم عن كثير من القطاعات، يعني الغاء الدعم عن المحروقات، الغاء الدعم عن الرغيف العيش، الغاء الدعم عن الكهرباء ودعم الكهرباء. هل بعد هذا التعويم او ما حدث او الكارثه التي حدثت اليوم، هل ممكن ننتظر الغاء الدعم عن الكهرباء مثلا، الغاء الدعم نهائيا، الغاء الدعم عن رغيف العيش نهائيا، خصوصا ان بعض المقربين من النظام بداوا يلوحوا ان رغيف العيش بيتكلف عن النظام اكتر من 3 جنيه، هل ممكن يحصل ده؟ اولا رقم 3 جنيه ده رقم عاري من يعني ملوش اي علاقه بالحقيقه، ولكن يلغى الدعم ولكن ليس بشكل مفاجئ، لان لو الغي الدعم بشكل مفاجئ بكره الصبح لقينا رغيف العيش مثلا بجنيه او بجنيه ونص، لقينا لتر البنزين عدى ال 20 جنيه مره واحده، يعني ما اظنش ان يعني ما فيش اي يعني النظام ده مدعوم من دول الخليج سياسيا ومن اسرائيل ومن البنتاجون. يعني الملف المصري ليس في الخارجيه الامريكيه وليس في الوايت هاوس، ده موجود في البنتاجون وزاره الدفاع، لان ده امن اسرائيل. فالنظام ده مش يعني مش هيسيبه يسقط، لانه لو عمل الكلام ده يعني الاسبوع الجاي لقينا خلاص بقى البنزين سعره زي امريكا مثلا، لتر البنزين ب 70 سنت ولا حاجه، يعني على سعر الدولار في مصر بحاجه 20 جنيه، الكارثه. لان يعني كل حاجه سعرها بقى عن السعر اللي انضرب في 5 وفي 6 من اول الانقلاب والجمهوريه الجديده، هينضرب كمان في 2 و3، هتحصل ثوره جياع، فهو هيحصل بالتدريج، لان ده الاتفاق اللي مع الصندوق. فهو هيعمل ايه عشان يقدر يواجه الكلام ده؟ هو هيبدا يبيع اصول اكتر واكتر واكتر، نمره واحد، نمره اثنين يفرض رسوم وضرائب ويلغي الدعم، وبعد كده يبداوا يقرضوه فيشتري وقت، فالنظام هو النظام يعوم نفسه سنه او سنه ونص كمان. لكن الناس زي ما نزل حوالي 6 مليون مصري تحت خط الفقر في من بعد التعويم اللي حصل في 2016، المتوقع ان ينزل كمان اكتر من 15 مليون تحت خط الفقر مع اللي بيحصل دلوقتي. فلك ان تتخيل لما كان البنك الدولي في 2019، البنك الدولي تقاريره اكثر دقه الحقيقه يعني من صندوق النقد الدولي، واستقالت عشان كده البروفيسوره بيني جولدبرج، انا فاكر صحيح يعني من بالظبط كان من 3 سنين لو انا ذاكرتي كويسه، فبراير 2020 هي البروفيسوره في جامعه ييل عملت ورقه بحثيه واتنشرت على موقع جامعه كوبنهاجن، قالت ان كل ما بندي منح او قروض لدول العالم الثالث بتزداد في نفس الوقت الفلوس اللي بتخش الملاذات الضريبيه وملاذات امنه من نفس الدول. صحيح. فالبنك الدولي رفض ينشرها. دكتور مصطفى، الست استقالت، ما فرق يعني لك ان تتخيل ان في ناس زي جوزيف ستيجلتس قبل كده برضه استقال بالبنك الدولي، لان المنظمات دي بتاتمر بامر السياسيين وبتدعم الفاسدين. الناس اللي عملت عكس الروشتة بقى زي مين؟ زي كان مهاتير محمد في ماليزيا، قالوا له دي سلبه في ولايته الاولى، قال لك انا اوقف الرفاهيه والسفه الحكومي، اوقف يعني هو ما يعمل قانون اي حاجه ليها مكون دولاري توقف، وبعد كده في اخر القانون حته ديسكليمر تحت كده يقول لك ايه؟
بس معلش حاجات وزاره الدفاع وزاره الداخليه والكلام ده، وفي استثناءات، يبقى يعني ايه كانك يا ابو زيد ما غزيت. نعم. يعني احنا قدام كارثه حقيقيه بجد مش هزار يعني. صحيح. اتفضلي. دكتور مصطفى، طبعا هو كان ربما تطابق كلام ساعتك مع رويترز بامس حين قالت في عنوانها قروض فديون فاحتلال. طبعا اكيد ساعتك كان بترسم الان الصوره، صوره يعني انسحاب السياده المصريه فيما هو قادم. دكتور مصطفى طبعا سعدنا بحضرتك ونتمنى ان نقضي كل الحلقه مع بعض، انما الان زملائنا احياء بيقولوا لنا في كميه فيديوهات كثيره جدا من الساده المشاهدين ايضا يدلوا بدلوهم في هذا الامر. شكرا دكتور مصطفى، سعدنا بك، ويعني دام دائما لقائنا معك حياة دكتور مصطفى من الخبراء الاقتصاديين الوطنيين اللي ارائهم بفضل الله يعني مدروسه كويس، رؤيته بنعتز بيها، بنشكره شكرا جزيلا.